قال متى نحاول داخل ندير بكي كنبيع الكارو بالليل مون ورا فطور ملي خرجت ما بقيتش في الناطي هاك جلست معاه وفي الدار تحملت معاه. قالت لي انا ماما بغى نقرا ونولي موظفه في الطيران. انا تكرفت السنة صافي دحت. القصه ديالي انا اختي قال متى نحاول داخل ندير بكي حيت ما كنقدرش نصبر ما كنقدرش مع الدبا. واش نقول لك انا كنت ساكن المره الاولى مع دار نوجج وليدات كنت خاصم مع الدار خرجوني جلست خرجتني الوالده خرجت جلست في الزنقه صافي نادو الجيران هاد البلاصه كانت خاويه نادو الجيران طلبوا لي القايد وداك الشيء خلاني بنيت هاد البلاصه سكنت فيها انا وولادي ولادي مبغاش يقالني جاو لحليا العافيه من هاد الشرجم تحرقت لي البحر قبل من هاد هاد المرض قبل من رمضان شعلت لي العافيه النهار اللي شعل فيا العافيه ضربني هرسني من ايدي اختي النهار اللي شعل فيا العافيه درت تسميته وزات لها بين ناس زاتني من حدا المقاطعه داوني بنتي جالسه حدايا ايوا وين قزوي وهي تقول لي بعد من ماما هذه وسام بنتي بعد من ماما مضربه شي الزروطه بغى يضربني وانا مغيبه تقول لي بعد من ماما ما ضربها وقول لها سيري بعدي مني وسام تي ماشي بنتي انا ما كنولدش قال لها انا ما كنولدش بنتي جات دابا انا كنقول لوسام ولدي كيمشي كيتلاقى معاه مشي عدو يتلاقى معاه شوفو وسام ما كتبغيش تمشي كنقول لها علاش كتقول لي ماما ما نسمح لي لدنيا الاخره مشي للكوميساريه جاو مشاو لعدو ويهرب ليهم ودابا انايا كيدوز من هنا وكيهددني وكان خايف منه كيضربني كيتعدى عليا اختي وانا ما باغا والو من عنده انا حاجه اللي كنطلب وكنطلب كنعطي نداء الناس اللي باغين يعاونوني ومحمد السادس الله ينصره والله يخليه بغيت انا ولادي ما بغيتوش يعيشوا العيشه اللي عشتنا وتكرفسوا وبت في الزنقه وبت انا ولادي في الزنقه مش اول مره بتنا تصايبنا هاد المحال ومبغيتش انا ولادي الشيء اللي دات بي انايا وتكرفس عليا هذاك وحملت معاه ومصيب الاوراق لا والو لولاده ما بغيتش داك الشيء اللي وقع لي انا ما بغيتش بنتي يوقع لها بحال هكاك وولدي رشيد ما بغيتش يوقع لي بحال هكاك ما بغاش انت ربيهم مني كيمشي عند الوكيله كتقول لي صايب لهم الوراق كيقول لها ما عنديش باش نصايب لهم الوراق ما عنديش الفلوس باش نصايب لهم الوراق مديكلاري بي انا ماشي مديكلاري بي ما هي مره ما هي زوج وانا دابا ما باغا من عند الدوال وانا بغيت يعطيني بالتيقار وانا باغا نكبر ولادي كنت بقى صغيره تكرفس عليا عدى عليا وقرقبني وداك الشيء تتكرفس عليا وداك الشيء وديكلاريت بيه وشدوه واعترف بالدريه كانت عندي الدريه اعترف بالدريه ومن اعترف بها صافي قال لي ما نصيب الاوراق لا والو جلست معاه في الدار قال لي شوفي غتولدي معايا وتجيبي لي ولد نصيب معاك الاوراق ونصايب معاك الوراق ونصايب معاك كل شيء وتبقاي معايا هنايا مني ولات الدري ما كاين اختي وراق كل مره يتهرب عليا كل مره يتهرب عليا ما كاين لا وراق لا والو ما لقيت ما ندير انا ما نخليش ولادي ضايعين درت لهم حاله ماديه ندير المخزن باش ندخل بنتي انا المدرسه انا بنتي خليها بلا مدرسه ولدي ما يمكنش ولادي خاصهم يدخلوا المدرسه درت تعييت وانا نجي جلست في دارنا ودرت حاله مدنيه صايبت خلق ديال المخزن ماشي سميت اب ديالهم هما اب خر ديرينو سمية الكنية ديال المخزن عاطينها ليا درتها وهي باش كيقراو دابا وليداتي لا المرة الأولى مني حملت بالدرية ما بغاوش الدار قلت للوالدة أنا في السبيطار قلت لها ما بغيتونيش أنا بنتي ما غنعطيهاش حيت أختي قالت لي عطي بنتك أنا قلت لها بنتي ما غنعطيهاش بيتو تشدوني مرحبا بيتو تشدوني قلت لها أنا غنمشي حدي الجامع ونجلس أنا وبنتي ونطلبو ما نعطيش بنتي فالآخر بشوي بشوي بدو تقبلوها مني تقبلوها هي فاش داني عدو هو للدار جلست معاه بحال مرتو قال لي تولدي معايا عاوتاني غنصايب معاك الوراق ولدت معاه ما صايب معايا لا وراق لا والو ها هو الدري راه كبر دابا ولا تبارك الله راه كيقرا في الرابع وبنتي راه تبارك الله راه دابا راه عندها 14 عام طالعه في 15 بنتي كتقرا دابا في الثامنه وولدي كيقرا في الرابع وانا عايشه في هاد الكاريان يعني وكاينين بعض الخطرات دارنا ساكنين لتحت وكاين كيجيو بعض الخطرات الدراري كيدقوا عليا بالليل كيبغيو يتهجموا عليا حيت هاد البلاصه خايبه الكاريان خايب وهاداك الشيء اللي طحت فيه انا وكنبقى بعض الخطرات ولادي كينعسوا وانا كنبقى فايقه نخاف لشي واحد يجي يتهجم عليا نبقى فايقه ولادي ناعسين
داك الشيء اللي طرا لي انا ما بغيتش طرا لولادي. انا كنتمنى من باغا حتى حاجه، انا كنطلب نهداء لمحمد السادس، بغيت ولادي يقراو وحيدو من هاد البلاصه الخايبه، بغيتهم يقراو وحيدو من هاد البلاصه الخايبه. هاد الشيء اللي باغا انا، هاد الشيء اللي كنتمنى بحياتي، ما باغا حتى حاجه من غير القرايه، بغيتهم يقراو ليا مزيان. وبنتي كتقرا الحمد لله، باغا تقرا وخاصة السوية وخاصة بزاف ديال الحوايج باش نعاونو. انا ما قاريه تسميتي، ما كنعرفش نكتبها، ما خداماش. انا كيعاونوني الناس، الجيران يجيبوا لي السكر الفطور، دابا كي هاي جارتنا هادي اللي هنايا كتجيب لي الفطور، دق عليا مع الفطور جيبوا لي جارتنا هادي. يعني يعني الناس كلهم كيتعاطفوا معايا هنايا، اللي كيدوزوا كان شي حاجه قسم فقسم الله شي خضيره ولا شي حاجه عطاوها ليا بشنو ندير. كنبيع الكارو بالليل من ورا الفطور، حيت انا ما عندي مندير، ما خدامه ما والو، اجالسه في الدار وعندي جوج ولاد، ما نقدرش نفرق ولادي حيت ولادي باقي صغار. كنحط الكارو من ورا الفطور، كنبيع كواير الروات، والناس هما كيتعاونوا معايا، جيراننا الجيران اللي كاين هنا. وكان انا الحاجه اللي باه، ما بغيتش نبقى بحال هكا، ما بقيتش باغا نبيع الكارو، انا بغيت ولادي يقراو، انا بغيت ولادي يقراو. وبنتي قاريه باغا تقرا، باغا تقرا، قالت لي انا ماما باغا نقرا ونولي موظفه في الطيران، وكي غندير انايا باش نقري بنتي باش تولي هي موظفه في الطيران، كي غندير تنقري. انا ما قاريش سميتي، ما نعرفش نكتبها. انا ندمت على حياتي كامله اللي دوزت، وما كنتش كنتمنى انايا كنت كنتمنى انايا نتزوج ونكون بوليداتي وبراجلي وبمارتنا، ولكن هذاك خينا تكرفس عليا، انا تكرفست، انا صافي ضعت، انا ضعت، وكان ولادي ما يضيعوش، حيت هذوك ما عليهم الذنب، الذنب علاه من عليا انا وعليه هو، حيت حنا اللي ضيعنا هذوك الدراري. كلمة الاخيره كنطلب نداء المحسنين ومحمد السادس يعتقني ويعتق ولادي، بغيت نحيد من هنايا وبغيت ولادي يقراو. هذا الشيء اللي كنطلب، نداء المحمد السادس ومعاونين اللي بغى يعاونني. انا ولادي ما بغيتهمش يخرجوا بحالي، انا بغيت نقريهم وبغيت نحيد من هاد البلاصه الخايبه، ما بغيتش نبقى قيسه هنايا، بغيت نحيد، حيت ولادي كيتعلموا بزاف ديال الحوايج خايبين بزاف، كم انايا عشت في هاد الظروف وفي هاد الحي وخرجت خايبه، حتى ما غيخرجوا بحال هكا، حيت هاد البلاصه خايبه بزاف اختي، خايبه بزاف بزاف، كاع فيها الشمكاره، فيها المقطعين، فيها اللي كيبيعوا القرقوبي، الحشيش، الفانيل، كل شيء كاين هنا اختي، كل شيء كاين هنا. انا ولادي ما بغيتهمش يخرجوا، حيت الدري منا غيكبر لي انا اش غادي يدير، لا ما قراش ولا مش حاجه، غيخرج غيولي يبيع، حتى هو يبيع الفانيل ويبيع القرقوبي حتى هو بحالهم. انا ما بغيتش داك الشيء، انا ما بغيتش داك الشيء، انا بغيت ولادي، حيت انا بنتي قاريه وولدي حتى هو باغي يقرا، ولكن ما استطاعش، ما عنديش استطاعه باش غندير لهم السوايع وغندير لهم وغندير لهم وغندير لهم، حيت بنتي انا باغا تقرا وولدي انا باغي يقرا، كان مستطاعش ديالي، ما عنديش استطاعه باش نقريها. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.